اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة خط سير مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب اذكركم بالاشتراك بالقناة وابداء الاعجاب، واذا عجبك الفيديو شيره وعلق له عليه وما تنسى زر الجرس. هذه القناة قناتكم، اذا عندك اي مكان حاب تشوفه بس خبرنا عنه زي ما بنعمل اليوم، واحنا ان شاء الله بنوصل له بنعمل له فيديو مميز. انا الان موجود في منطقة دابوق، طالع من دابوق على منطقة الفحيص وعلى منطقة ماحص. انا صورتهم قبل هالمرة، بتقدر ترجع على فيديوهات القناة قناة خط سير، راح تلاقي الفيديوهين الاولين اللي عملتهم على الفحيص وماحص. طبعا انا عملت الشوارع الرئيسية، انا هلأ راح ادخل على شوارع ثانية ان شاء الله. طبعا طلب مني هذا الفيديو الاخ العزيز علينا من السعودية بن خالد والاخت علا، اثنين طلبوا مني اني اصور هاي المناطق، وهين ان شاء الله في الطريق راح اترككم لهلأ انكم تشوفوا الطريق من طريق البكالوريا اللي هي طريق دابوق الفحيص، وان شاء الله بكمل معاكم لما بوصل اول منطقة بدي اصورها. اهل ماحص والله عزوة وخوية، نشامة واهل نخوة وميهاب المنايا، رجال قولوا فعل وللوطن حمية، هل الشهامة والخير والطيب حنايا. أهل ماحص والله عزوة وخوية، نشامة وأهل نخوة وميهاب المنايا. مرة ثانية هنا دخلنا منطقة ماحص، يعني شفتم يمكن جمال الطريق اللي بتوصل لها. طبعا هي والفحيص تقريبا متداخلتين ببعضهم، يعني مناطق جميلة جدا زي ما حكيت قبل مرة، جبليات بيطلوا ثنتين، يعني بيطلوا على الأغوار الوسطى وبيطلوا على مدينة القدس بالذات. يعني لو تكلمنا نتكلم عن مدينة القدس. خليني أطلع على اليسار من هون، خليني أدخل بعض أحيائها. معلش هون محفور الشارع يعني بطريقة غريبة. نطلع على بعض أحياها، نتكلم لكم شوي عن حدودها. حدودها من الغرب وادي شعيب، ومن الشرق العاصمة عمان، يعني هلا في شرقنا يعني أمامنا مباشرة اللي هو الشرق اللي هي العاصمة، وبالذات دابوق لأنه احنا قراب جدا من دابوق، ومن الشمال الفحيص، ومن الجنوب بدر الجديدة. هذه في سيارة هون، خليني أطلع دغري أشوف لوين راح تطلعنا. أنا بحب دائما الأماكن الجبلية، لهيك إذا بطلع بحب أطلع دائما الجبال. خلينا نشوف إذا هون في شارع، الظاهر هذا مسكر، لا في شارع. آخذ يميني. طبعا أنا الجولة الماضية ما دخلت لكم على مدينة الفحيص من الداخل أو بلدة الفحيص من الداخل، أنا هلا عم بتجول لكم في شوارعها الداخلية، يعني مو زي أول، لأنه في احد المتابعين عندي في القناه قال لي انت ما فرجيتنا شيء. ف يعني بتعرفوا انك تعمل فيديو واحد صعب جدا انك تشمل منطقه كامله، يعني مش صعب حتى، مستحيل، حيقعد الفيديو وقت كثير طويل. فهي اجانا طلب ثاني، وهينا رجعنا مره ثانيه وعمالنا نتجول في الشوارع الداخليه. ارتفاع ماحص عن سطح البحر 792 متر، يعني تقريبا 800 متر، وهذا بدل على انها منطقه بارده، يعني منطقة باردة ومصيف جميل جدا للي بحب الأجواء الجميلة والخلابة والمعتدلة في فصل الصيف. طبعا هي والفحيص عبارة عن لواء، يعني بسموهم حتى درة محافظة البلقاء من كثر ما هم جميلين. يعني شوفوا المنظر اللي قدامنا ما أجمله، يعني ما شاء الله مناطق جميلة جدا، يعني أكثر ما بتتصوروا، ما بينقصكم غير تيجوا وتشوفوها بعينيكم. أنا هلا هاخذ اليسار لأني شايف لسه في طريق، يعني شوفوا كيف المنظر جميل جدا. طبعا ما شاء الله البنى تبعها في القديم وفي الجديد. هلا كمان شوي بدخلكم على العقارات، بس خليني اخلص المعلومات اللي عندي. انا مش عارف هاي الطريق وين بتوصلني، يعني انا اوكي بماحص، بس فعلا منطقة جميلة حرجية، يعني منطقة جميلة جدا ما شاء الله. زي ما حكيت بتطل على أغوار الوسطى وعلى مدينة القدس، يعني إذا كان الجو صافي ما في غبار ما في رطوبة راح تشوفوا مدينة القدس وأسوارها من هذا. مسكر الشارع، خلينا نكمل دغري
دغري بتوقع ما في شيء. خلينا نكمل دغري. في ولا ما في بيبين معانا لما نطلع. طبعا فيها بحدود 270 نبعة مي. هذا الظاهر انه ما بعرف الطريق لانه مش مكتوب عليه ممنوع ولا مش ممنوع او مغلق او مش مغلق. بس مع ذلك انا هكمل اشوف اخرة هذا الطريق لوين بتوصل. لانه زي ما انتم شايفين كأنه في غابة موجودين وهي بتشتهر بغاباتها. يعني هي والفحيص بيشتهروا بالغابات. وزي ما حكينا بتشتهر بالغابات وخصوصا فيها اشجار كثيرة من البلوط والسنديان والخروب. يعني هذا اللي ما بعرف انو فيهم هذا شجر المبين معي اللي بفهم بالاشجار يا ريت يخبرنا. يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين الهواء كثير عليل جميل جدا. يعني احنا في حدودها ما بعرف اطلع اليسار نطلع اليسار لانه قدامنا زي اللي مسكر الطريق. هطلع من اليسار بعدين بيسار ونشوف لوين بتوصل. اشهر ينابيعها اللي هو عين ماحص. هذا عين ماحص نبع مي ما بينشف لا بالصيف ولا بالشتاء. يعني ما شاء الله طلع الطريق مسكرة. خليني ادخل والف مظبوط. للأسف الشديد يعني مش مسجل انه او عليها ساين انها مغلقة. يعني فانا اضطريت اني ادخل. خليني الف وارجع. يلا فرصة برضو نشوف جمال هاي المنطقة من فوق. طبعا ليش سموها ماحص؟ ماحص والفحيص الثنتين مع بعض كانوا عبارة عن حدود جمركية ايام الرومان. يعني الرومان سكنوها في إذا أنا مش غلطان في 74 قبل الميلاد. يعني صارت منطقة مهمة جدا بالنسبة للإمبراطورية الرومانية لأنهم كانوا زي معبر حدودي. البضائع اللي جاية عن طريق البحر الأبيض المتوسط بالذات من فلسطين من عكا وحيفا ويافا كانت تيجي على هذه النقطة الجمركية وكانوا يتمحصوا البضائع يتفحصوها قبل لا يدخلوها لمركز الإمبراطورية. يعني عشان هيك سموها ماحص من تمحيص البضائع. طبعا لما نيجي على الفحيص راح احكي لكم برضه الفحيص ليه سموها بالفحيص. طبعا في شغله كثير مهمه اللي حاب يعرف معلومات زياده عن هاي المناطق يرجع للفيديوهات القديمه تبعتي. يعني بدايه القناه انا عملت فيديوهين واحد عن الفحيص وواحد عن ماحص. وهذول الاثنين عملتهم وحطيت فيهم معلومات كثيره بس للاسف انا حطيت صوتي على الفيديو لانه كان يعني كنت كثير تعبان لدرجه انه صوتي راح. فاول ما بلشت استرجع في صوتي ركبت صوتي على الفيديوهات ونزلته. يعني هذا انا بعمل لكم اياه لايف. يعني عم بصور وعم بعلق لكم مباشره زي ما انا ما بحب يعني بكل الفيديوهات اني بحب اعلق لكم مباشره على اللي انا عمالي بشوفه في المنطقه. يعني بحب اعلق مباشره من نفس الفيديو. ما بعرف اروح على اليمين اروح على اليمين. انا جيت هلا قبل شوي من اليسار خليني اطلع اليمين اشوف كيف. يعني ما شاء الله منطقه جميله حتى اذا بتلاحظوا حتى النظافه جيدة في المناطق هاي. يعني ما شاء الله منطقة جميلة جدا وأكيد سكانها مبسوطين على جمال هاي المنطقة. منطقة جميلة جدا اللي بيجي عليها راح يحبها. وأنا بتذكر الأخ بن خالد بعت لي مرة وهو بيتغنى في منطقة فحيص وماحص. يعني بيحكي لي كل ما باجي على الأردن لازم أزور المنطقتين هذول. فعلا معاه حق مناطق جميلة جدا تستحق أنه الواحد يدخلها ويشوفها. يعني ما شاء الله جميلة جدا. بتمنى بس الشوارع ما تخذلني وتكون مسكرة. أعطيكم شوية عن إيجارات الشقق فيها. إيجارات الشقق فيها من 110 متر ل 175 متر من 130 ل 175 دينار. أنا بحكي لكم أنا هذا المعروض اللي أنا لقيته. ممكن يكون في أغلى ممكن يكون في أرخص. طبعا كل شقة لها ميزاتها لهيك بتلاقي في تفاوت بالسعر. أما أسعار الشقق نفسها بتبلش من 19000 دينار لحتى 85000 دينار. طبعا برضه حسب مميزات الشقه وهذا اللي لقيته معروض. ممكن يكون في اكثر ممكن يكون في اقل. انا بعطيكم الرينج اللي معروض. يعني انا بشوف العرض الموجود خلال 48 ساعه. يعني انا بحاول ادور لكم على اقرب العروض الموجوده في وقتنا الحالي. نشوف هون يسار لانه شوفوا ما شاء الله ما اجمل المنظر. يعني ما شاء الله منظر جميل جدا. بس هذا الشارع شكله مسكر. يعني نفس العادة اللي انا بوقع فيها دائما. خليني هلا الف وارجع مرة ثانية لانه للأسف يعني المفروض البلدية تشتغل على هذا الشيء. مش حلو ندخل عند بيوت الناس. يعني مش حلو ندخل عند بيوت الناس لحتى نعرف وين وصلنا. لا حطوا ممنوع الدخول او انه مثلا شارع مغلق. الواحد بيفهم انه هذا الشارع ما له منفذ.
أما أسعار الأراضي فيها وزي ما حكيت لكم أنا اللي لقيته بالعرض الأسعار من 110 من 110 ألف دينار أردني لحتى 300 ألف درهم. طبعا أنا شفت زراعي فيها، موجود فيه زراعي أرخص من هيك بكثير، يعني زراعي بتوقع اللي هو باتجاه الأغوار، بتوقع هذا هو الزراعي الموجود فيها، أسعاره كثير رخيصة. أنا ما رضيت أحطها لأنه خفت يكون في أرخص أو في أغلى، بديش أحط الرينج تبعها. أنا بحط لكم بس السكني، أنا هيك أعطيتكم المعلومات الكافية عن المنطقة. خلينا ألف لكم فيها هلا عشان أخذ راحتي باللف ونتفرج على شوارعها. يعني أنا من الناس إلى الآن معجب فيها، بس إلي عتب على البلديات بالساين تبع الشوارع، يعني لازم توضحوا أكثر. يعني شوارعها مقبولة نوعا ما، مع أنه دائما تحفظاتي على المطبات هي نفسها، في بعض الحفر يعني أحسن بكثير من مناطق ثانية دخلناها. يعني هي حفرة يعني المفروض حتى منهل، أنا المنهل تكلمت عنها بدردشات هي والحفر، لحتى اللي بتابعنا يعرف أنه أنا تكلمت عن هاي الأماكن كثير، لأنه للأسف الشديد ما في عندنا شركات مختصة. أنا هيك الظاهر، يعني هذا اللي أنا طلعت فيه بنتيجة في الأخير، يعني إنه ما فيش عندنا شركات مختصة بالشوارع. لو في عندنا شركات مختصة بالشوارع ما بنشوف المناهل تحت أو فوق، أو بنشوف هاي المطبات للأسف الشديد. ما بعرف مين بيشتغل عليهم، أنا الله أعلم يعني ما بعرف. خلينا ننزل مرة ثانية نتفتل بنفس المنطقة، خلينا نروح على اليسار. هلا أنا جيت من اليمين بس إن شاء الله ما يكون مسكر، لأنه صار في عندي عقدة من تسكيرة الشوارع، يعني فيش ساين عليها الأغلبية الشوارع مش كلها، ما في ساين بعرفنا أنه هذا الشارع مسكر ولا هذا الشارع مفتوح. يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين، طبعا أغلبية العشائر الموجودة هون من عشائر السلط، يعني أنا بحيي كل سكان منطقة ماحص وكل عشائر السلط. اللي عنده أي معلومة زيادة ياريت يخبرنا، يعني أنا دائما بحكي لكم ياريت اللي عنده زيادة ينزل على التعليقات ويخبرنا. يعني ما شاء الله شوفوا الأشجار، شوفوا نظافة الشارع، يعني نظافة الشارع تلفت النظر، تلفت نظرك مباشرة أول ما تدخل، بعكس مناطق للأسف الشديد. يعني أنا تأسفت كثير على مناظر الشوارع اللي كانت للأسف ما معدومة النظافة تقريبا. يعني للأسف الشديد اللي بتابعني على القناة بيعرف أنا عن إيش بتكلم. خليني أخذ شمالي كمان مرة، هذا الشارع الرئيسي. يعني أنا انطلب مني أني أروح على شارع المعصرة، بس مش عارف وين شارع المعصرة بيجي. زي ما تكلموا لي أنا أروح على اليسار، ما أروحش دغري على بدر الجديدة، فأنا بدي أمشي على اليسار مش على بدر الجديدة. هذا بتطلع على اليمين ونازل. طبعا مناطق الفحيص وماحص مناطق جبلية جميلة جدا، زي ما انتم شايفين نطلع تلة بننزل تلة. أنا طبعا راح أرجع لكم، أنا قررت أن أصور ماحص قبل الفحيص، لأنه المرة الماضية احنا صورنا الفحيص قبل ماحص، فلما تصور ماحص قبل الفحيص أكيد راح ندخل عليها من مدخل ثاني، وراح يكون التصوير بشكل ثاني مش بنفس الشكل. يعني لهيك أنا قررت أني أصور الفحيص بعد ماحص. شوفوا ما شاء الله، يعني مناطق جميلة، الشارع مقبول، الشارع مقبول، يعني زي ما انتم شايفين نظيف. أنا أهم شيء هامني أنه نظيف وحفره يعني كثير قليلة. إلى الآن هذا الشارع ما شفت عليه حفرة واحدة. شوفوا جمال المنطقة الجبلية. طبعا لو تشوف بالعكس، يعني عكسي أنا، راح تشوف جبال فلسطين. إن شاء الله يكون الجو بيسمح لنا أن نشوف جبال فلسطين ونصوركم إياها بالفيديو اللي احنا ماشيين فيه إن شاء الله. يعني بتمنى شوف هالمطلات البيوت على اليسار ما أجملها. انت هون على راس الجبل على ارتفاع تقريبا 800 متر وعم تتطلع على منطقة الأغوار ومنطقة جبال فلسطين، يعني تخيلوا المنظر ما أجمله. هلأ إن شاء الله ما راح تتخيلوا، راح تشوفوه معي وأنا راجع. طبعا بطل برضو على جبال السلط، يعني شوف هذا الشارع جميل، ما في حفر إلى آخره، بس للأسف مش مخطط. يعني الخطوط كثير مهمة، الخطوط برضو كثير مهمة، احنا مندور دائما على أفضل الموجود. خلينا أكمل دغري أشوف، لأنه المرة الماضية أنا ما دخلت دغري، رحت على اليمين. أنا هلأ بدي أطلع دغري أشوف هذا الشارع. أنا بعرف أنه بدخلني على منطقة برجني على العاصمة عمان، لأنه الفحيص ماحص، آسف بدنا نحكي الفحيص 2-1 يعني بالنسبة لي. ماحص بعيد عن عمان بس 8 كيلو متر عن دبوق، يعني متخيلين كثير قريبة من عمان، من العاصمة عمان. لهيك يمكن لاحظت أنه الأسعار فيها للعقارات مش رخيصة. مديرية منطقة بدر الجديدة على اليمين. طبعا صورت لكم بدر الجديدة أنا بأكثر من يمكن 4 أو 5 فيديوهات لمناطق معينة
من بدر الجديدة، وصورت لكم برضو وانا نازل من مدرسة البكالوريا، صورت لكم من الأسود اللي كانت على ايد اليمين وعطتكم عنها معلومات. مناطق جميلة جدا عبارة عن غابات، يعني انا بنصح الكل هلأ احنا بلشنا ندخل بالصيف وخلنا المغتربين بلشوا يرجعوا، اطلعوا من اجواء العاصمة وشوفوا هاي المناطق ما اجملها، اطلعوا من هاي الاجواء وادخلوا وشوفوا قديش هاي المناطق جميلة. يعني شوفوا قدامنا احنا بعدنا بماحص، شوفوا ما شاء الله ما اجمل الطريق، المدينة الطبية خلدة على اليسار، يعني تخيلوا قديش احنا قراب. انا هون من هون راح الف وارجع مرة ثانية لانه ما بدي اطلع على العاصمة عمان، لازم اروح اصور برضو الفحيص، بس اذا لقيت شارع ثاني راح اصوره. انا راح اضلني معاكم شوي، يعني شوفوا ما شاء الله خيمة السوسنة كافيه، هذا من الكافيهات السياحية الموجودة، هي على فكرة منطقة سياحية اغلبية سكانها اغلبية السكان بيشتغلوا بالامن والجيش، يعني ما شاء الله عليهم مسكين مراكز حلوة، كثير من سكانها مسك مراكز على مستوى الدولة من وزراء ومن موظفين حكوميين كبار ما شاء الله عليهم. برضو ما ننسى انه فيهم حرفيين كثير من نجارين وحدادين الى اخره، ومن تجار كثير، يعني فيها ما شاء الله من التجار عدد كبير من سكانها بيشتغلوا في التجارة، وبرضو عدد لا يستهان فيه من المزارعين اللي لليوم بيزودوا عمان وبيزودونا بالخضروات وبالفواكه مشكورين. يعني ما شاء الله تنوع كبير بالمهن الموجودة فيها من وظائف حكومية حتى الخاصة، يعني حتى الوظائف الخاصة والشركات الخاصة ماسكين فيها مناصب كبيرة ما شاء الله عليهم، يعني شعب متعلم. يعني هاي المناطق زي ماحص والفحيص والصلب، مناطق كثيرة من محافظاتنا الحلوة سكانها بيهتموا كثير بالدراسة. هلأ بلشوا بينوا معي جبال الصلب، يعني هاي مبين معي جبال الصلب زي ما انتم شايفين لقدام حتبين اكثر. طبعا اللي ورا يعني انا شايف لمعة اكياس البلاستيك تبعات الاغوار اللي هي بيستخدموها للخضار، صعب جدا لانه الجو بعده ما بعرف هي غبرة ولا اللهم صل على سيدنا محمد ولا رطوبة، لانه لازم يكون الجو صافي جدا عشان تشوف القدس من هون. فللأسف اليوم الجو ما بيساعد، يعني عنا هون صافي بس بالمنطقة الأغوار والجبال المقابلة الرؤية فيها مش قوية لحتى نشوفهم. على كل نحن راجعين على الشارع الرئيسي اللي جينا منه، بس حدخل هلا لأنه أنا طلعت من الشارع اليسار أول ما دخلت لماحص، حكمل دغري خلينا نشوف برضو المناظر. احنا نازلين نزول من الجبل باتجاه البلدة نفسها، وزي ما حكيت ماحص والفحيص عبارة عن لواء ولقبوهم بدرة محافظة البلقاء. محافظة البلقاء أنا صورت لكم إياها كثير، يعني من سلطة ومن غير السلطة، يعني حتى نزلت لكم لحتى البحر الميت، يعني ما شاء الله شايفين الأشجار وين مكان بتغطي حتى على الشوارع. شوفوا ما شاء الله، شوفوا هالمنظر ما أجمله. هذا الجبل قبل شوي كنت قريب منه طلعت فوق، شوفوا ما شاء الله حتى البيت، شوفوا كوير زريعة على الباب، شوفوها الأحمر والأصفر، يعني ما شاء الله شعب كثير بحب الخضار وبحب الزهور، يعني وين مكان بتلاقيه عماله بيزرع وين مكان. شوفوا هذا بيت حديقته كلها عبارة عن أشجار زيتون، شجرة الزيتون عندنا بالأردن كثير 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 الناس بتحبها، يعني احنا كعادات أردنيين عاداتنا وتقاليدنا لازم نفطر الصبح على زيت وزعتر، لازم يعني شو ما جبنا على الفطار لازم نحط الزيت والزعتر اللي هو زيت الزيتون البكر اللي احنا كلنا بنحبه. وعلى فكرة أغلبية أهل الأردن بيفهموا كثير بزيت الزيتون، يعني صعب انك تغشه، لهم طرقهم الخاصة فيها. اللي خليني أروح على اليسار لأن هذا الحي ما دخلته، لهم طرقهم الخاصة اللي بيعرفوا فيها اللي اللهم صل على سيدنا محمد، معلش لأنه هذا تقاطع، اللي بيعرفوا فيها جودة زيت الزيتون وإذا كان مغشوش ولا لا. يعني إذا لاحظتوا هي هون برضو على اليمين شجر زيتون. أنا هلأ دخلت الحي المقابل لحي الجبل اللي أنا كنت فيه فوق، أنا بعرفش أسماء الأحياء، بتمنى إنكم أنتم اللي تتكلموا عنها. هاي بلشوا يقطعوا بالزيتون مع أنه بلش يعقد، أنا شفته بلش ينور، يعني إحنا بنسميه على فكرة ثمرة الزيتون بتطول لما تعقد ولما تطلع، يعني تخيلوا هلأ أنا شفت عنا في البيت الزيتون عماله بلش ينور إحنا بنسميه. الغريب انه اوكي بلش ينور بس عشان يعطيك الثمر تبعه مش قبل شهر 11 من السنة هاي، احنا بشهر 5، تخيلوا قديش بيقعد هو عماله بيعقد احنا بنسميه عشان يكون الثمر. خلينا نروح على اليمين من هون نشوف.
يعني ما شاء الله وين ما تروح النظافة موجودة، هذا أهم شيء. أنا أكثر شيء بهمني النظافة، شوفوا ما شاء الله شوارعها نظيفة يعني ما في عليها أي مشكلة، أشجارها كثيرة يعني بتحس حالك كأنك عايش في الأرياف، معنها بلدة جميلة جدا وفيها كل سبل الراحة، يعني فيها وصلها كل شيء من كهرباء واي فاي من كل شيء. خلينا نروح على اليسار، ما بدي أنزل نزول، هذا شارع مسكر من غير ما أكمل، هذا شارع مسكر، خليني أرجع. طبعا أنا بخلي لكم التصوير على طبيعته، أنا ما بحب أني أقطع لكم إياه، حتى لو برجع في أغلب الأحيان بخلي لكم إياه عشان تشوف كل شيء أنا بشوفه. يعني أنا بختلف عن القنوات الثانية أنه بيعمل كاتينج وبحط ميوزك على نفس الفيديو اللي عماله بيحكي عنه، بعطيك لقطة بسيطة ثانيتين وبطلع، أنا ما بحب هيك. أنا هدفي ومحتواي أني أفرجيك الأماكن اللي أنت بتحب تشوفها، يعني مش هدفي أني أبهرك بالمونتاج، هذا مو هدفي. أنا هدفي أفرجيك أكبر قدر ممكن من المناطق اللي أنا بروح بزورها. أنا ولا كنت حاب أروح على اليسار، يلا خلاص نطلع من هون. ليه؟ لأنه أغلبية الناس حاب تشوف بيوتها، حاب تشوف شوارعها، ثانيتين ثلاث ما راح يكفيك. لهيك ممكن تلاحظوا انه كثير من الفيديوهات طويلة. طبعا في كثير من المتابعين بيحكوا لي قصرها شوي، وفي متابعين ثانيين بيحكوا لي لا يا ريت لا تطولها شوي. انا والله راح اخليها ماشي زي ما هي، يعني حتى احس انه انا شملت اكبر عدد ممكن من الشوارع، وانك شفت اكبر قدر ممكن من المنطقة، ساعتها انا بوقف التصوير. يعني زي ما شفتوا جبال ما شاء الله، جبال وديان. خلينا نشوف هلا نطلع من هون مرة ثانية. أنا هذا التقاطع خطير على فكرة، جاي عنزلة وجاي يلا أوكي ننزل من هون. أنا هيك بتوقع أنه شملت لكم المنطقة كاملة، يعني أعطيتكم منطقة الجبل ومنطقة الواد اللي تحتي، ومش واد هو الثاني، سفح جبل ثاني يعني، بس هذاك أعلى المنطقة الأولى. لهون بقول لكم يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد، ومع ألف سلامة.